بعد منو عنده مناقشة؟ سرعاوي اي السيد المشتكي حقيقي كان دقيق، كان دقيق عكس السابقين. اريد اسال امام المحكمة تحذف هذه العبارة، دير بالك احنا نعطيكم مجال بس ما نخليكم تتجاوزون. انا ما متجاوز. اي اسال السيد المشتكي عبر المحكمة، هيئة المحكمة، عذب في الامن؟ نعم. اسال السيد المشتكي اي عبر هيئة المحكمة، نعم، جرى تعذيب عليه في الامن؟ جرى تعذيب عليه في الامن؟ جاوب يا بجاوب. ما وضحت لك. تم تهديدي بوالدي، قال لي نجيب والدك اذا انت ما تعترف. فاني طبعا تم تهديدي بوالدي، قال هاي الفلوس بالبيت احنا لزمناها وهذا والدك ومحل والدك، فاذا انت ما تقول تعترف احنا حنجيب والدك بدالك. فما الحقيقه بقد السؤال الناني ما تعرضت الى تعذيب. شبعاوي ابراهيم انت كنت فتره مدير الامن وانت مجرب وتعرف التعذيب النفسي اهم من تعذيب البدني. صاحبك مرضي لان بالمصعد يصعدوه ما ينطوا مي، هذا اهم تعذيب. اكو تعذيب اهم من قطع اليد، انت تعرف انت كنت مدير امن ومتمرس وتعرف التعذيب النفسي ما تعوض. انا جواب، جواب هذا سؤالك. جواب اي جواب حضرتك. اي انا سياسي متمرس وليس مدير امن متمرس. نعم التعذيب النفسي لا يعلو عليه شيء، وخصوصا الاهانة بالكرامة، ونحن يوميا تهان كرامتنا مئات المرات، مئات المرات من المحتل. ونتمنى من العراقي، لان العراقي لما يهين كرامتي بالمحصلة انا ويا عراقي، لكن من المحتل بمساعدة عملائه. لا تخرج من نطاق المسألة. انت سألتني وانا جواب محاضرتك. اقعد مكانك. لا تستغلوا شفافية المحكمة بهالصورة. جاي دا يحكي لي عن الحياة والحرية والمحتل. انت سألتني. انت سألتني وانا جواب. منو اللي جاب المحتل؟ منو اللي سبب الاحتلال؟ انت تعرف حضرتك. من اللي زين للمحتل يحتل بلدنا؟ انت حضرتك تعرف. اي اسكت، اطلعك برا، طلعوا برا. تقدر طلع. يلا اطلعوا، تقدر تطلعني؟ يلا تقدر. يحكيني عن محتل. العراقيين المساكين جابوا المحتلين؟ أصدقاؤكم القدامى جابوا المحتلين، أصدقاؤكم القدامى وده يعاني من المحتل. احنا ما نعاني، قاعد مرتاح البال وده يسولف أمام المحكمة وصوته يجلجل، ده يحكي لي عن محتل. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.